ده السنتر اوف روتيشن بتاعنا. سنتر اوف روتيشن ده موجود على بلين اسمه الليستنج بلين. الليستنج بلين ده بيبقى 13 14 مللي بيهايند الكورنيا، ده بلين عليه السنتر اوف روتيشن ده. تمام، سنتر اوف روتيشن 13 ل 14 مللي بيهايند ذا كورنيا. خلي بالك ذيس نوت ذا نودل بوينت. النودل بوينت بتاعت الاوبتكس 7.7 مللي فروم ذا كورنيا اللي هي جاست بيهايند ذا بوستيريور كابسول اوف ذا لينز، مش ده. ده السنتر اوف روتيشن 13 ل 14 مللي على الليستنج بلين. العين بتتحرك عندنا على ثلاثه اكسس، انتروبوستيريور اكس، هوريزونتال اكس، وفيرتيكال اكس. تمام، الانتروبوستيريور اكس ده الاكس واي اللي هو الواي ده، والتاني اكس اللي هو الهوريزونتال، والفيرتيكال اللي هو الزد اكس ده. بص انا هوريك الثلاثه الليفلز دي او الاكسيس دي اسمها الاكسيس اوف فيك. يبقى انا عندي ليستنج بلين وعندي ثلاثه اكسيس اوف فيك. بص لو هنتحرك على الزد اكس اللي هو الفيرتيكال ده، العين بتروح نيزل وتروح تمبرر. دي اسمها ايه؟ ادكشن لو راحت نيزل، ابدكشن لو راحت ايه؟ تمبرر. طب لو هنتحرك على الاكس اكس اللي هو الهوريزونتال اكس ده، ده الفيشن وديبرشن. تمام، فاضل الواي اللي هو الانتروبوسيرور اكس. انتروبوسيرور اكس ده بتاع الانتورشن والاكستورشن. لو تخيلنا الاكس ده ماشي كده اهو، بص ده تو كومبنسيت موضوع ايه؟ اللاترال هيد تيل. يبقى انا عندي في فيرتيكال اكس وهوريزونتال اكس وانتروبوسيرور اكس، ابدكشن وادكشن، انيفيشن وديبرشن، انتورشن واكستورشن. لو الساعه 12 في الكورنيا راحت نيزل ده اسمها انتورشن، لو الساعه 12 راحت اوتسايد يبقى اسمها ايه؟ اكستورشن. طيب الاكسترا اوكولار ماسلز بقى، احنا عندنا 6 اكسترنسك اكسترا اوكولار ماسلز، 6 اكسترا اوكولار ماسلز. They are striated muscles، هم striated muscles. بتطلع عندنا في نوعين من الفايبرز، في حاجه اسمها اكسترا فيوزر فايبرز اللي هي الفايبرز اوف مين ماسل ماس، وفي انترا فيوزر فايبرز اللي هي السنسوري ماسل سبندرز. دي اللي بتحسسنا بالتون وبالكونتراكشن وتظبط لنا كميه التون وكميه الكونتراكشن وكميه الشورتنج، دي اللي اسمها الانترا فيوزر فايبرز. اهي بص اولا يعني ايه موتور يونت؟ موتور يونت الكلام ده بيهمنا بعد كده قوي في الفسيولوجي، يعني في الفسيولوجي هناخد مقدمه دي تاني. لما نيجي ناخد فسيولوجي ان شاء الله بتاع المصر هناخد المقدمه دي تاني بقى بالديتيلز عن كده. بس انا في الاناتومي بتهمنا ان التيرمز دي هنستخدمها. كلمه موتور يونت يعني ايه؟ قد ايه نيرف فايبر بيدي ماسل فايبرز؟ يعني نسبه الماسل فايبرز على النيرف فايبر. يعني مثلا اديك اكزامبل، يعني لو قلنا مثلا ايه، كلاس فيه 20 طالب غير كلاس فيه 100 طالب غير كلاس فيه 1000 طالب. واخد بالك ازاي؟ طبعا كل ما النمبر بيبقى اقل كل ما الاتنشن والسيرفيس والحاجات دي تبقى احسن. واخد بالك ازاي؟ يبقى كل ما عدد الفايبرز اللي سبلايد وان نيرف يبقى اقل، كل ما السيستم يبقى مور ايه؟ سنسيتيف. احنا عندنا اليونتس بتاعتنا يونتس صغيره. خلي بالك انت ثلاثه كرينيال نيرفز بيحركوا عينك بس، ثلاثه كرينيال نيرفز. ثلاثه دي يعني قد ايه؟ ربعهم. مش كرينيال نيرف 12؟ ثلاثه بس بيحركوا لك العين. ثلاثة يحركوا لك العين. يعني ربع الكرينيال نيرفز مخصوصة لحركة العين. فعدد الفايبرز بتاعت المصر بالنسبة لعدد النيرفز قليل. يبقى الموتور يونتس دي أخبارها إيه؟ من النوع السنسيتيف ولا الليس سنسيتيف؟ سنسيتيف جدا. سنسيتيف جدا. تمام؟ أهي دي معنى موتور يونت، إن نيرف بيدي كام فايبر؟ العدد بتاعنا قليل. العدد بتاعنا قليل، الموتور فايبرز الفايبرز اللي بتتحرك معانا بوان نيرف عددها قليل، يبقى السيستم بتاعنا إيز فيري إيه؟ سنسيتيف. الامبلس بتتنقل من الاكسون بتاع المص بتاع النرف الى المسل فايبر بتاعتنا للكبسول بتاعت المسل فايبر دي اللي بيسموها موتور اند ايه؟ بليت. ايه ذيس ذا شيب اوف موتور اند بليت بتاعتنا. ادي المسل زي بتاعتنا، لما الكهرباء بتيجي تمشي الفيزيكلز دي بتطلع بتفتح لي بقى الكالسيوم شانلز دي، بتفتح البوابات بتاعتها والايونز بتبتدي تتدخل وتبتدي يحصل لوس اوف بولاريتي للكهرباء، وبتدي يحصل اكشن بوتنشال بيمشي في المسلز بتاعتنا ويعمل الكونتراكشن. ادي الموتور يونتس بتاعتنا بقى اللي هي الساركوبلازما كونتنس. دي المسل لما نبتدي نعمل لها دايسكشن، المسل اللي هي زي ما انت شايف ليها كبسول، تمام، اللي هي الساركوبلازما كريتيكولم اللي هو داخل لجوه ده. ادي الكبسول بتاعتنا وادي النيوكليس بتاعت المسل اللي هتبقى موجوده. دي بقى الموتور يونت بتاعتنا اللي هو الاكتين والمايوسين والزد لاينز والكلام اللي احنا خدناه زمان في الهيستولوجي دي. تمام، ادي اهي الاكتين والمايوسين. طبعا الكلام ده بقى لو هنشوفه موفيز كلام رائع الحقيقه، ازاي المسل بتكونتراكت. تمام، انا احب اوريه لكم برده معايا دلوقتي، هنشوفه دلوقتي. ايه بص المسل بتكونتراكت ازاي، الشورتنج بيحصل ازاي، الزد لاينز بتقرب من بعضها، والاكتين والمايوسين. طبعا دي حدوته جامده جدا في الفسيولوجي هنتكلم فيها بالتفصيل. ادي بقى بص الفايبرز بتاعتنا، في عندنا انترافيوزر فايبرز وفي اكسترافيوزر فايبرز.
اي بص بقى الانترا فيوزر فايبرز، في حاجه اسمها نيوكليار باك ونيوكليار تشين. نيوكليار تشين دي اللي عامله زي السبحه، خدت بالك؟ وفي مجموعه تانيه اللي اسمها نيوكليار باك، ودي ليها فايبرز، دي ليها فايبرز، دي ليها موتور فايبرز، دي ليها موتور فايبرز. اهو بص، ادي الاكسترا فيوزر وادي الانترا فيوزر فايبرز. ادي بقى الانترا فيوزر بالتفصيل اهي، ادي النيوكليار تشين، بص مجموعه النيوكليار تشين تمام، وادي مجموعه النيوكليار باك تمام اهي. ودي دي بص ليها فايبرز اهي زي ما انت شايف، في الفا فايبرز وبيتا وسكندري فايبرز، برايمري وسكندري فايبرز، دي بتديها كونتراكت. في فايبرز موتور تحرك المسلز دي، وفي فايبرز تاخد منها سنسيشن. يعني خلي بالك في جزء موتور اللي هو في فرنت وفي افرنت، في جزء موتور وفي جزء بياخد سنسيشن منها تمام. كمان بيبقى في التندون، عندنا في الجوجل تندون بتاع الاسترتش، ده الكلام ده كله طبعا في سيولوجي بقى هنتكلم فيه بالتفصيل، احنا بس نعرفك اسامي الحتت دي دلوقتي في الوقت الحالي. We have a question. What are the supports of the online movement? على الرغم من انك بتتحرك في 9 اتجاهات، انما تحس ان هي العمليه صعبه، يعني تحرك كاميرا في 9 اتجاهات مختلفه تمام، لازم الكاميرا دي تبقى مسنوده كويس قوي عشان وهي بتتحرك ما يحصلش مشاكل، بالذات كمان انك مش بتحرك كاميرا واحده، انت بتحرك كاميرتين في نفس الوقت وفي نفس الدايركشن، ولازم تحافظ على قواعد معينه بتاعت البايلوكولر فيجن اللي هي النورمال ريترال كورسبوندنس. يبقى انت لازم الكاميرات بتاعتك دي تتحرك بطريقه منظمه جدا جدا جدا. What are the supports of the eye pool during the eye movement؟ اولا وجود اوربيتال فاتس موجوده حوالين الاي دي عامله لها سبورت. الكونكتيف تيشو سنتر اللي هي بتبقى راديال رانينج راديالي حوالين الاي بول دي برضه بتعمل لها سبورت. سسبنسور ليجمنتس والتشيك ليجمنتس اللي هي يعني عندنا اللوك بول ليجمنتس والسسبنسور ليجمنتس دي، والتشيك ليجمنتس برضه اللي موجوده عندنا اللي هي بتبقى بالعرض بس ماسك مع البريوستيوم دي برضه من الحاجات المهمه. اخر حاجه بتعمل لنا سبورت هي التون بتاع اكسترا اوبل ماسل. تعالى نشوف الحاجات دي عامله ازاي. يعني بص ادي الاي بول اهي زي ما انت شايف تمام. حوالين الاي بول في التنوس كبسول اهي، انت عارف التنوس كبسول معروضه على الاي بول من اول نقطه النيرف ورا لغايه النيرف السوداني، وبتيجي مع كل اكسترا اوبل ماسل وتروح برجع معاها شيس لغايه الاوريجن بتاعها ورا، انفلوب بيبقى حواليه، وبعدين ان بتوين ذا ماسلز وبعضها بيبقى التيرنس كبسول اكستندد بالشكل ده زي ما انت شايف حوالين الاي بول بتاعتنا. لاحظ بقى ان في ايه تشيك ليجمنتس، دي كده كولاترال تشيك ليجمنتس اهي. ادي لاترال تشيك ليجمنت وادي ميجا تشيك ليجمنت وادي التيرنس كبسول، العين موجوده انسايد ذيس تيرنس كبسول. اهو بص برضه هنا ادي مثلا الاي بول حواليها التيرنس اهو، وبعدين بص بقى الماسل وهي راجعه لورا اهي واخده معاها كبسول اهو، باجي التنو كبسول وباجي معاها لغايه الحاجه مش مسام ورا اهو اهو بالمنظر ده، وبعدين ادي هنا التشيك ليجمنت بتاع اهو التشيك ليجمنت وزميل الريكتس ماسل اهو. خلي بالك ده غير الميديال بالبيبر ليجمنت، يعني الميديال بالبيبر ليجمنت اهو قدام اهو شايفه فين اهو، انما ده التشيك ليجمنت وراه اهو. نفس القصه ادي اللاترال بالبيبر ليجمنت وادي التشيك ليجمنت بتاع اللاترال ريكتس ماسل، ده غير ده، دي حاجه ودي حاجه خلاص. الميديال بالبيبر ليجامنت والاترال بالبيبر ليجامنت دول ماسكين التارسس، شايلين التارسس في مكانه ودي الاوريجن للماسلز والانسيرشن للماسلز وحاجات زي كده، انما التشيك ليجامنت دي ماسكه الماسلز في البريوستيوم هنا اهو زي ما انت شايف. ادي التشيك ليجامنت بتاع اللاترال ريكتس وادي التشيك ليجامنت بتاع الميديال ريكتس، بينما ده الميديال واللاترال بالبيبر ليجامنت زي ما انت شايف. ادي الاي بول بقى زي ما انت شايف حواليها بقى فاتس مسدداها من كل الدايركشن زي ما انت شايف كده، والاكسترا اوبلر ماسلز والتشيك ليجمنتس والتنس كبسول اللي موجوده حواليها، كل دي حاجات عندها لها سبورت. وكمان بقى بص كبسول اكستندد ريدي اللي كمان راجع لورا، تنس كبسول هي بين الماسلز وبعضها، والفاتس موجوده في كومبارتمنتس ما بتتزفلطش في كل الاتجاهات، فده بيخلي برضه ده نوع من انواع السبورت الموجود عندك حوالين الجمعيه بتاعتك. تعال نشوف ايه البوزيشنز بتاعت الاي بول. على فكره الحته دي تفيدك فيسيولوجي وتفيدك اناتومي، يعني الحصه دي تفيدنا في الجامعه. البرايمري بوزيشن ده لو العيان باصص ستريت فورورد ده اسمه البرايمري بوزيشن بتاعك. السكندري بوزيشن اللي هو واحد من اربعه كاردينال بوزيشنز، يعني ابورد ورايح تمبرال ونيزل. السكندري بوزيشنز دي بقى اللي هي الاربعه دايركشنز العدلين اللي هي دايركت اب ودايركت نيزل ودايركت تمبرال ودايركت داون، اللي هم دول ادي السكندري بوزيشنز اهي. يبقى البرايمري بوزيشن العيان باصص ستريت فورورد تمام، السكندري بوزيشنز اللي هم الاربعه دايركت بوزيشنز دي. التيرشري بوزيشنز اللي هي الاوبليك بوزيشنز بقى، اللي
اللي هي دايركتلي هي بلين بوزيشن، اللي هي ابورد ولاترال وابورد ميديالي ودار ابورد ولاترال ودار ابورد ميديالي بالشكل ده. يبقى البوزيشنز بتاعتنا ده برايمري معايا باص ستريت فورورد، سكندري بوزيشنز اللي هم الدايركت اب والدايركت داون دايركت نيزل دايركت تمبرال. اذا اتكلم في البلين بوزيشنز دي اللي احنا بنسميها التيرشري بوزيشنز بتاعت الاي. ايه تيرمز يوزد ان ديسكرايبنج ذا اي موفمنتس؟ عندنا في اندكشنز وفي انفرجنز وفي انفرجنز فيرجنسز وفي فيرجنس وفي فيرجنسز. تعال نشوف ايه القصه دي. Induction movement is a movement of one eye. لو هتوصف movement بتاعت one eye لوحدها ده هتكون عليه induction movement. الحركه بتاعت one eye from one position to another، يبقى انت لو بتوصف حركه one eye دي هنسميها induction. Adduction لو العين راحت نيزل، abduction لو راحت temporal، subduction لو طلعت لفوق، infraduction لو نزلت تحت، inside production or exact production or other intrusion or extrusion. بس انت you describe the movement of one eye. ال one eye movement بنسميها induction movement. Abduction, adduction, subduction, infraduction, inside production or exact production. طيب inversions بقى. Inversions دي the movement of two eyes in the same direction. يعني هقول له ايه؟ بص عينيك الاثنين كده. بص عينيك الاثنين اب، بص عينيك الاثنين كده. بس الاثنين في نفس الدايركشن. تمام؟ في عندك بقى ديكسترو فيرجن لو هتبص ناحيه اليمين، ليفو فيرجن لو هتبص ناحيه الشمال، سوبرا فيرجن لو هتبص اب، انفرا فيرجن لو هتبص داون كيس. تمام؟ او ده اللي احنا بنسميه ايه؟ خلي بالك الفيرجنز دي موفمنت اوف تو ايز توجذر ان ذا سيم دايركشن. تو ايز سيم دايركشن. بس لاحظ بقى ان هنا في كدكشن بيبقوا حركتين مختلفتين، يعني واحده هنا بتعمل ادكشن والثانيه بتعمل ايه؟ Abduction. انما الاثنين مع بعض بيروحوا يعملوا ليفو فيرجن اللي هو حركه الفيرجن اللي هو العينتين مع بعض رايحين في السيم دايركشن. تمام؟ طيب بص دي بقى الفيرجنسز. فيرجنسز دي حركه تو ايز بس اوبوزيت دايركشن. يا العينتين طالعين لبره يا العينتين بيخشوا لجوه. في عندنا كونفرجنس وفي بقى لو انت من الكونفرجنس ترجع للنورمال دي اسمها دايفرجنس، العينتين بتتحرك تو ذا اوتسايد. تمام؟ يبقى شفنا induction عين واحدة، لو بتوصف عين واحدة اسمها induction. inversion عينتين في الاتجاه واحد، ليفو فيرجن، اكسترو فيرجن، سوبرا فيرجن، انفرا فيرجن. وبعدين conversions او conversions عينتين بيتحركوا بس in opposite ايه؟ in opposite direction. دي الترمز المستخدمة عندنا.